يوم غد بمواجهة الاجتماعي هذه انطلاقة لمصلحة النجمي مع محمد مرقباوي. محمد مرقباوي وسط ملعب بمر بسالب بطريقة ممتازة. محمد مرقباوي لعب كرته الأمامية وان تو ممكن. محمد مرقباوي جول جول جول. لا 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 ما معقول محمد مرقباوي، يعني طريقة الوان تو اللي كان عم يلعبها محمد وكاد انه يسجل هدف الثالث. شوف يعني رد فعله محمد مرقباوي، شوفوا كيف مر يا سلام يا سلام على هالمرور طبعا. من صاحب الرقم 70 يا سلام على هالمرور، طريقة الوان تو، انما الكرة كان عم بصد احلى بابقاء النتيجة على 2-0. حسن الأمر المتحرك ايضا بيلعبها لعند ايكر، اول لما شاته لايكر عم يتقدم بيدخل لمنتصف الملعب بحطها لعند محمد جعفر. استعرض المهارات يا قاسم الزين ولكن بقيت الكرة النجموية. ايكر بيحجز كرته وبيعكس اتجاه اللعب. مجددا لمصلحة النجم محمد مرقباوي، وصل كرة عند محمد حمود على الجهة اليمنى. وجود أي خطأ محمد مرقباوي، الزيادة عددية مصطفى كساب من المرقباوي ياخذ الأمور على عاتقه. جمهور بيتصل الكرة عند مصطفى كساب، ممكن الكرة عرضية من مصطفى كساب لعند مرقباوي. يصل منطقة جزاء بيحاول يمر إنما